يا اخي اعطاك 6 رجال بس هذا اعطاك هذا اعطاك مثل اللي اخترت انت اول اليوم ممتاز اعطاك ابو خس اعطاك 6 زين نص البحر ايش زين نصها انا الرايه انطلف البحر طيب ممتاز رد حق ابو نايع عليه طيب جاء ممتاز باقي معك 3 لا شفت انت انك ما عندك حسب شارقه ما انا اللي معلمهم لا لا انا اخترت 5 طيب خاطري اعطيتني اعطاني ذا 5 10 اعطاني هذا 6 16 طيب رديت لا احنا من الصواب البحر 16 16 رديت من الصواب البحر رجعت ذا 5 والبلد ما رجعت 5 16 تكاهم يا اخوي تكاهم زين اختار عدد في نفسك كلام بسرعه بسرعه يلا اخترت الان اعطاك طحت مقرن مذله وين مقرن اوكي ممتاز اوكي اعطيتك انا انا روحي بيت ها اعطيتك 10 من غير مقرن لا لا اي من غير مقرن ايه اعطيتك 10 الموت جاي من الحين لا تعلم له حلو انصفها وانطر نصها في البحر هيا انا خلي نصها ها جا انصفها وانطر نصها في البحر ايه رد حق ابو عبد الله رد السلام عليكم مايكل ها السلام عليكم سلام مرحبا ممتاز باقي معك 5 ابو راشد العب العب معك هلا يا هلا يا مهرب انا استاذ ابو جفيل وين وين ما بمشي بمشي لك ده ليه بس اذا حضرت الملائكه اهو اذا حضرت الشياطين ارجع معك يلا توكل الله يستر عليك الله يستر عليك ابو جفيل اسلم اختر رقم في راسك روح 5 لا يا ابو راشد راسك ما قلنا على اختر رقم في راسك ترى اختار 5 اسمع انت انت تفضل تكفى اعطني مساحه الربع انت محمد اعطني مساحه مش خير اختار ارقام في روس روس قلنا لا تزعج خلاص يا مقلب مضبوط اعطاكم ابو ابو راشد اي اي تكفى اي ايوه انا اعطيك شفت انت اني اعطيك حلو اعطيتك انت 6 وانت اعطيتك 8 فوقها احسبوها مضبوط انت احسب اللي احسبه مضبوط احذف نصها في البحر ها حلو حذفنا كيك بالقبلة رجعوا لي اللي عطيتكم رجعوا له 6 وانت رجعوا له 8 رجع هذا لا ما هو بنا رجعوا له ابو راشد اللي عطاك كم عطانا هو مثل اللي اخترته مثل اللي انت اخترته لا لا انت ايه اوكي اعطيتوه ايه مرحبا يبقى معك 3 يبقى معك 4 مرحبا وسهلا ابن عارج ها شفت انت يا ولد وش العب شفت انت ارجع حق الرجال عليهم نعم تراني انا اللي معلمهم اللعبه ولا تعلمون هالربا خلوا شيخته تنفع اتق الله يا مدري اتق الله انا عقد اتق الله صح يا رب البيت اي والله صح فيه هزاع هذا ما نفسه هزاع عجز محمد طالبك ما تقول شيء لا 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 محمد النوم ما محمد النوم ما زين اليوم النوم كنا نوم خربانه بيجي بيجي هلا مساء الخير سنو الله يسعد مساك مساك اسعد ان شاء الله الامور الاحسن الاحسن باذن الله اخ تكفى ويلي على غرفتي في البيت تميز فاضي بس اي والله المخبز فاضي الحين اي مجاني المخبز مفتوح جيب لكم لا لا يعني بتشتري وتسالم بيدي يا حول ولا قوه الا بالله لازم مفتوح سلطان 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 ادع ادع بن عمرو هذا هذا سلطان ما بجي ما بجي سلطان انت ترى في فلوس الامور هذا هو وينه شربي بشربي كم ناقصك الحين تغير انا راحت فلوس باليوم وزع على العيال بس النصها في البحر انتوا تصدقون بالله اني انا وبلال صرع عطايا انها 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 كانت فرص نجاحنا اقل من جزء اضافه لي واحد تو باقي تقاسم انا وبلال ربعيه كانت عندنا فرص اقل منكم ها انتوا كنتوا 4 في زد زد قدرتك زد فرصتك ما ادري ايش اسمه زد خيري نعم كنتوا 4 3 4 صادق ايه صح احنا 4 ايه فكان عندك كان زاد فرصه ايه تحويل سؤال ايه كان عندكم خيارات انتوا 4 عندكم انتم اللي تقدروا افضل منا لا والله احنا ايش نضبط احنا ما عندنا تدري كم انت لو حولت هو جاوب اي جواب جاء ما جاء عادي ما خصم انا اصلا اصلا سؤالي انا اللي جاوبت من التحويل اتكلم عن فرص انا وياه ما عندنا الا 6 فرص لان كل واحد عنده 3 اسئله عندنا 6 فرص انت كل رجال منكم عنده على عددكم اضربها في 3 4 في 3 عند كل رجال منكم 12 فرصه 12 فرصه انه يكسب 200 في سؤال عرفت لا 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 صار 4 انا طيب ما حولت لهذا هذا ما حول لي انا اقول لك فرص ما قلت لك انها لك انا اقول فرص انا ضيعتها ترى عند كل رجال 12 فرصه انا ضيعت سؤال كان مفروض اني احوله انا ما
صح والله راح عليك ولا كان لو اني محولها كان ابرك. تدري السؤال قديش به؟ به 4 رغفان خبز. نوم خبز كان فيه 4 رغفان والله يا عجوة احسن من شوفة بن عمرة. بن عمرة وين راح؟ دعوه دعوه. كيف كيف الرغيف الواحد بكم؟ ما عاد يستقبلنا الرغيف. هو السؤال كم به كان؟ وش صاير بينكم؟ 400. لا والله 400 وصلنا عليه. ابوه كثير حول شوالين طحين. حول شوالين طحين خبز. هذه مدوينه الشيبان يعني. ايه هذه من اجمل الاماكن صراحه. اي نعم نقصها مكيف. ايه بس الباب فاتح يرجع. ما هو خلوه يفتح. لا الحين ودك الباب مفتوح شوي نبي نحول. يلا كريم خلاص فك الطاقه. لا خلاص باب يكفي. لا انفتح ذا جانا الحر. الثاني مو لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. بس نبي الريموت تلقاه فوق ذي. لا مع الهندي معه. لا 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 شغال لا بارد. لا بس كانت اللمبة مولعة حمر. لا 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 يا لا 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 يا لا يا سلام. الله الله ودي أروح أقوم بحور الحين. رح رقد لازم تأكيد عليه. هو ذاك منكد على الدنيا قسما بالله ما هو في وعي خارج طاق الخدمة. قسم بالله واضح. مين ابو حور لازم عليك. عاش مكر جاي خبز جاي. طيب انا واقع انا خليك مسابقه كسر انشد معك انا وانت كريم كفو. انا امدحك من اليوم يوم انك رحت. ما في واجد؟ ايه واجد نص نص والله انك رجال موجود. عط رغيف عط رغيف وصل واحد داخل واحد. لا ما في نمبر رجل نفسك سيمة هنقرة شيل لك المجتمعين هناك. ترى انا اشوف من بعيد كذا والله اني اسمع بحور ولا عديت الابال. اسمع يجيني يقول شويتي ولا عضيت الابال نو وفجر اقلع وسمرة بس يعلم الله. قال بس بس والله وغدا بيجي يا رجل. طيب نقرش اي والله تصبيره. اما مع الشاهي لا نجيب لها ذي جبن كيري. راح اجيب الدافور والبراد ولا طخكم فك بشيء عادي. عمره حتدخلها بحلقك هذه والله. يا رجال الله يصلح. حط تعال علينا هنا. تعال لا لا راسي تغني. تعال هنا تعال هنا عيال خلنا نسمع صوت. انت عيوني عيال 10 ايام وحنا في درسيتك نفس المكان. خلنا نطلع نروح الله يهديك. لو حط يجيب لي ولد مثلك الحالي. نشوان ايش معي فيك الذيب؟ ابشر بعزك. اشتل مضرب بهني. ابشر بيض الله وجهك. اسمع الكلام اسمع الكلام. تعال جلس هنا. طيب انت ترى به انا قلت معي فيك بيفجر راسي بالروح يفجر راسي. لا ما يصلح ترى في رياليتي. رياليتي بزياده يا رحت وشو اسكت يا ولد. شو ما استخدمت اصلا يا غبريض تقول لي ايش وضع الرجال. رياليتي بزياده اوفر اوفر يقول بفقع راسك. احلى تحيه يا جابر. يا سلام. هلا 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 يلا وش اللي صوت الحب يا جابر. صوتك المبعوح يا لالا. ايش عند هتلر بدل صابون اللحم. ها هلا الشامبو خلاص افا ما في شيء ما شاء الله فروت كيف من الجو. امزح ما في شيء. حطيتها لا 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 موجود والله هناك. لا ما رغبه انا عندي غير بعد واحد. شو اللي صوت الحب يا يابي. الله مع رغبتك ما رغبتك انا سيثقيل بس طلغر هو اللي طلعت صوتك. زين زين لا اله الا الله. حاضره هذه القصيده. ها حاضره هذه القصيده. ولد ولد طلبه تجي تسمعنا. وين اجلس؟ يا اخي خذ الكرسي تعال هنا. تكفى انا يا اللي تشوفونها بي
ابي شوفه كيف العذاب والله بالمزيد. تعال تعال والله تجينا تعال والله ما اجي حلف والله ما اجي والله يا اخي جالس فوق الفرن يا رجال ايش وضعه ذا والله جالس على العين حقت الفرن يا اخي انزل لا تحترق انزل الحسابه بتحسب عادي ترى بيخصم عليك ذا علي وش اسمه عادي ما سويت شيء جالس هنا وش ما قال ممنوع اي واحد يعترض المطبخ ما ادوات المطبخ ادوات انزل 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 ادوات المطبخ ما هو خلوني يا ابو شيخ اشمار ما شفت انا والله ما لم حق صراحه لو كان اشوف منار هذا من عيال جيبوا له حطب بالله خليه يشوف النار شوي البارح صح الحين تبع النظار مسوي دبانه الرابع تبغى خبز عاد لا الحين بيجي الغداء لا خبز حار تو مسوى الغداء ذاك الاربع العصر يفتحون الناظر ادري يا اخي قال لي الحين يجي الغداء مين قال دخل الرجال قال لي اذا الحين بيجي الغداء والله لو تجلس عندك ايه موجات صوتيه تجيك نشازيه طلولي بالله نشاز كذا يطق في الراس طلولي طلال تعال تعال هيف فرع ضايع بلغ عني صور حط استقاله اكبر ما في راسه من طلال عشان مشو دخل دباي السريحه ومنوع استحضرت ولد 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 لو تقلبه رجل يمين ويسار يطلع حربتي يمين ويسار الله مسموح منها بس يلا تو صحيح منه باقي المستوى ما ارتفع أيوة تجي حبه حبه تكفى بلا اقنع اطلع تونا قايمين ما كان ترى ما كان يحضرون عشان كذا تسولف والله بن عمره المحزن مليان تعال تعال اسمع فيك يا بن عمره اخ نوي صاحبين علي اليوم كلكم اقول تعال تعال اقول انت انتبه بس تعال ابو راشد ترى ذجل ما ترى بيوجع نحر يا ابو راشد تعال يا محزن مليان تعال ترى بيوجع احتمال بارد وانا رجال ابو راشد يوجع شيء ذا بس ابو راشد تعال يا ابو راشد شوف طلعني تعال طلعني طلع يمين اقعد هنا 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 عطنا سالفه ولا عطنا خلنا نستفيد الرجال اشمع فيها يا ابو راشد يا ابن عمره الرجال تعال تعال لازم تجري السفر نفس الرجال اقول لك تجري معنا في عيي ما شيء الخطا علينا من الهو ما في قهوه قلت له تعال محلي عيا هو اللي مختل عليك يدخل الجو عيا خالد بشر كيف انت الكلام والله كيف بن عمره اذا قال شيء خلاص انت الكلام لاني اثق في رايه راجل حكيم وانا اعتبره حكيم القريه صراحه بن عمره كذا جزاك الله خير انا ادور اللقب هذا من زمان لان عند شخص انا ما احبه لازم نعطوه صح عبد الله بن جليهم يحنطونك وانت بقى الاسم ذا وهنا خلاص انا بصوت لك يا بن عمره غزو وانا والله صوت لبراش هذا النمر القرية بالعكس انت عند نيب القرية هذه من يدك تستاهل والله انت لا وانا وش تلقبني طيب طلال طلال طيب طلال وش انت اخوي اخوي انت اخوي تاج بن عمره اخوه ما اخوك على عيني وراسي بس ابي لقب بن عمره طلال وش هو حليله طلال طفل القرية عقب الملوخية والكبسات والكريمة والشغل الزين حلو طفل القرية فيها قرية طفل والله تغلط يسامحونك غيرك ما حصل تغلط تخطي يسامحونك كله تدري في خصم من قدك الله الله يسامحك والله ما شلون هد اللعبة ما ينام في شريط شباب ما ينام في شريط ينام في ملز عرفت ذاك الملز حقك طلبكم من لقب لازم نحل لقب ايش لقب كيف هو سواز نمر القرية هذا حكيم القرية اللي يشلونه هنا هذا مسجون القرية لا لا بالله لا تنسوا اللقب فواز بالله فواز عند ذي بالقرية لا لا ايش ايش نمر القرية وش الدلائل والشواهد نمر نحيف كذا ما عمري شفت نمر نحيف زيه لا تجوع خلي يجيك اوه صح شفتوا شوالفكم انا تعودوا للديار خليني اروح اشوف لي حلو انت والله جالس ما تمل براك اجلس اجلس ترى بحك على تغني تعلق اليوم وشو؟ بالله ايش؟ اياد يوم تشطح على انا وتقول بالله كيف يسوي مجلس؟ انا فواز وجهي تقول وجه واحد راح يقدم على بنك اليسرى شين شو؟
هاي خذ ما يرجع والله مبسطنا معك صراحه يعني يا اخوي تكفى ايش لك يا ابو جد خلاص هذا حبيبي والله تكفى لازم مقروع انا نمره القناه نصيحه لك قدم على بنك لا خلاص ما تسين بالله ما بنفسه مقال حلو هنا عبد الله عبد القادر يقول استاذ تقول غير سعيد اقول جاب الوصف يقول وجهك كانه وجه واحد يقدم على بنك اليسرى والله يوصف على ابليس يا والله ودي اسوي اشوف الكليب حقنا اللي تراك ازعجتنا انت وكل المراجل غيمه يا طلال تعال يا قلبي الله اكبر هذا الكلام مو سلام عليكم يا رجال هذا تعال يا قلبي تعال يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا ابن عمرو ايش سوالك ولا نص ولا نص نص انت حكم القريه انتهى صح انا ماني بحكم القريه انا يلا انا يلا امرك احكم نفسي يلا انا اجي احكم القريه انت الجوده هذه مارك هذه حكم القريه هذا اللي يلعب فيك وخلاك تقول سلام عليكم يا رجال تكفى يا سيد شوف لنا غير ذا الكلمه يقول انت قلت سلام عليكم يا رجال قلت بس بمهجه كلام ابوه وجده ما اندمجت يا اخي عيد والله و70 نعم على طالب بمهجه مجع وش رايك مضبوط تمام هو ايش عاوزه نمر القريه معك خلص يا طفي كرتون ودي نمر ياكل خبز ما عمره ان شاء الله انك تاخذ رئاسة البلدية انقز لك وين؟ في هنا عندها رئاسة البلدية نعم صح انقز الظاهر في رئيس شو اسمه القرية بعد يا ربع احنا لازم نجتمع ونعرف وش اللي لك وش اللي عليك اليوم يقولون اليوم امس اجتمعنا وانتهى اجتمعنا البارح وين؟ ما قالنا عن القرية تعبان امشي والله يا شيخ خيرك يعني استفدنا من جاي فاصل اعلاني عندنا هنا طيب انت وش انت تبغي من العلم يوم تبثه عبر الاثير انك تعبان ودايخ وترقد يوم تعلم المسلمين والعرب كلهم اني انا ارفع المندق ليه ليه ايش كم ما تسكت وتخلي ذا البني طب اني حاستك في ذا النوم حاستك يحسدون الناس حتى في نومه ابو راشد الله اكبر يحسدون ابو راشد وما ذبحك الحق يا اخي تعليقاتك جميله جدا تخليني الله اضرب في المليان اندفع يا حياه زوينه يا حليله الله يصلحه الله يصلحك يا ربع ما حد منكم عيلة شنطة هنا ولا والله جانا حر يا ريت والله شاب بيك شبوب لا بيت الحكمة يا ولد موت والله ما تقدر تجلس وين؟ قرية يعني نمر القرية أنت أنت مجنون القرية نمر والله يا نمر يا نمر طيب يا نمر يا شريخان اتحداك تنقز لك هنا على على ذمك التكسر أمي شريخان شاروخان شاروخان شاروخان؟ شاروخان من سمرة يلا حية انا ما اسمي فواز عود انا نمر القريه ها انا نمر القريه ايه عندك استعراض عندك استعراض شيء في مرايه عندك استعراض شيء ولا لا والله ما ودي اقول شيء استعراض هو ليه اقطع وصف قطب هو نسيت اتسب ما اقول اتسب يا رجال ما عندك اعتراض وليش استعراض ما جت رجال بالظهر يعني انت بالخص والله العظيم فواز لازم فواز لازم تسحب بريك يا جماعه الخير وجواد انا احس ابو عوده اذا زعل انه يبغى يقول قصيده عندك قصيده اعطني اياها لا يا ولد لا لا ظهر صبح عصر ليل كله قصيده 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 والله انا صراحه انا فواز انت ما قد اعطيتني اذني لابو عوده سالفه ايش ما عنده سؤال جالك سالفه شفت 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 كيف قال كيف كانت وكيف صارت وكيف قالت فواز تبي تربط وخذ لك الناس كيف ذبح الميمون سالفه تسبير بالله ايش الدور احمد الله احمد الله على النعمه احمد الله على النعمه الحمد لله قبل غيرك ما حصل الحمد لله قبل عرفك والله اني صادق من اسبوع هناك تقلست الحمد لله واث قم من روحي كنت ذيبا في الرجال ذيابه هذا صحيح اي يا نمر القريه انت يا ماني مرياتي ولا ذيابه مقرن انا ماني فواز عود انا نمر القريه خلاص امزح امزح بالله واحد منكم يصفق على حسابي امزح امزح لا حبيرك يا جابر عطيتنا بالتميسين قلنا بس خلاص ما راح نتغدى احنا اليوم خلاص لا صوت الحزن يا عابد صوتك المفحوح وش كنا بس يا زين جابر صلت 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 زيد ابي هي فيها سكر زياده لا 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 هات هات فيها سكر من يدي ترى بس ذبحت بها امس جابر. بالله يا جابر سؤال بس هيك سؤال يا جابر هلا انت كنت شفت لك نمر ياكل خبز ها
بس هذا ما نمر نمر ياكل خبز قد شفت نمر ايش نمر ياكل خبز قد شفت النمر ياكل اللحوم نمر ياكل من الخبز ياكل هذا ولا هو اي خبز تميس منك خبز هذا نمر نباتي يعني سالفة الحين هذا ما يسمونه نمر هذا يسمونه فتى الادغال اوه ايش قرد فتى الادغال هو شكل حق مقانيس صح؟ ما نوع انت اكره شيء اسمه مقناص كيف جيت شاعر؟ والله ما له علاقه من رجل ذهبي هو رقد وقام حصل نفسه شاعر ترى تحصل رجل ذهبي شلون؟ انت اليوم رقدت وقمت تغير اسمك فوق فواز الى نمر القريه هذه الدنيا لا. يوم لك ويوم عليك بكره يمكن يصير حصن القريه ما ادري منو؟ يقول يمكن اقلب حصن القريه لا والله محشوم والله ابو عود قلت تصير شو اسمه رئيس القريه انك تبي تلعب بالعيال لعب والله لا ضبطهم ضبط خليك لا صار نظام والحق يعني اما انا عز الله فواز ما بقى لي شيء واللي تعبان وهذا التعاطف معه يا عيني صرت رئيس القريه اذا صرت رئيس القريه لا تعطي اي منصب الا رجال يعني يستاهل يعني برجال بيشتغل ان شاء الله كلهم يستاهلون بس رجال بيشتغل اما ذا راعي النوم ها لا والله عز الله اعطي راعي البزوطه اذا في منصب منصب اعطيك اياه انت لا والله قول يا ابو عوده هذا 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 بمسكه رئيس القريه ورئيس انا تعاون على الخمسه وقام على 10 وشويه وسوى موشن طلع برا ركض وجاء طلع وده ياخذ فيتامين د من الشمس شفت انت شفت عفره والله اعطى واحده محمد الامر قلت شنو هربيان قاعد بالشمس قاعد بالشمس وطعج حاله وقال والله انا عندي نقص فيتامين د فمن الشمس تعطيني فيتامين د قلت والله انت تعطي الشمس عبد القادر والله ما ماسك الا انت والله نايم ربطه تكفي ولا حل خوي اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا تاوش وغادي وهو هزاع تسع قعدت فيها يوم يتاوش وياه ثمان عقب اعطيتها نومه لين 12 ايش؟ نمت الساعة 3 الفجر لين تخبل البحور قعدت مجي وجه عند وجهي شويتي شويتي مع ضغطي ودي على اصفق كصفق بكمل نفسي اني نايم انتصفقت انا وياه بقعد اضحك للصبح يا اخي لا شوف يمكن يصير مشاكل ترى الواحد قام من النوم انا من الناس انا من الناس اللي ما تستبعد اي ردة فعل انا ما استقبل احد وانا نايم يسوي شيء ايه والله لا شعوري المفروض يعني نحاول نقدر الشيء ذا بعض الشيء انا من ناحيتي عادي اوكي يعني اجيك اصفقك لا يعني نظامك ما شاء الله النظارة خليني اقول لك اوكي ومنك من الحين في غدا صح؟ ايه في غدا بيجي الحين بيجيبونه هنا ولا جوا هناك؟ والله ما ندري لا خلوا داخل يا اخي هنا ما عاد هسه يجيبوه ولا تقسيمه معي هسه في مطعم وتروح له وش هو؟ اقول ما عاد يجيبون لك هسه مطعم وتروح له لا فيه اليوم الغداء اخر غداء اخر غداء وعليه السلام لا رجال اليوم وعليه السلام نبدا نسوي رجيم طال عمرك دايت كويس انت نشوان اج خير الله يبغالي انا سلطان انا اموري طيب كيف ينشغل كل امورنا طيب نحتاج رجيم يعني انا عضل نحتاج رجيم يعني هذا يحتاج والله تحتاج شويه تخفيف وعضل لجسمك ما ادري يشبه كذا وش اللي ما ادري يشبه انا فجاه انتفخت في ثانيه في سنة. ثانيه وانا وطلال الوادع نسوي طلال انا وطلال الوادع نسوي رجيم يا عمي يختفي طلال شيك سوي رجيم مت باقي اتدرب اسوي مشكله ابو حور يقول العصر انا عندي رياضه بسوي رياضه وش اسوي رياضه لا رجال اسحب عليه رياضه سالفه كلها عظام في عظام يا ولد وش اسوي انا بغير المدرب ذا والله تسمع مفاصل بس ما ينفع تنقطع كيف اعتمد عليه طلع ماشي ها بغير طلع من جنبها لازم اغيره والله مشينا الجو نار يرجع كيف والله مبسوط صح احنا حر هنا حر والله حر شديد جدا اي والله مشينا مشينا ادري هيا دخلنا جوا والله الهنجر على الاقل روح هناك رجع في مكيفات زين هناك والله حظي كيفكم بسم الله يا سلام يا سلام معصي هلا كتاب هذا شنو شنو كتاب نصجك نصجك سلوى العضيدان يقول لك يا ابو كفاح الإنسان الإبداعي أيوة. وبحثه عن الحكمة والحقيقة عبارة عن قصة حب الله الله قصة حب قصة حب وإننا نتعلم من الفشل وليس من النجاح
ثم يدخل. طب اوكي تعلم من الفشل ابو نهيان، لكن ترى احنا من النجاح نستفيد اكثر يعني. طيب اعطني ابو الله كتاب اعطني اياه. اوكي الفشل هو يقصد انك كيف يا اخي غرد هذيك اليوم الاستاذ فواز ماجد الغامدي غرد على تويتر تغريده يقول لك نحن لن نفشل ابدا، اما نفوز او نتعلم. اما نفوز بس دقيقه بس ابو ماضي وانت بخص مني اي بس النجاح اوكي انت لما تحقق نجاح وامورك طيبه عايش النجاح أوكي. لكن الفشل النجاح تدري انا كلامك على متم النجاح دقيقه الفشل هو اللي تتعلم منه انك كيف تصلح خطاك صح عشان تنجح صحيح والاصرار 100% والاصرار 100% يجي للنجاح الاصرار صح اي اذا صرت خلاص يعني صامل انك تبي توصل لشغله فلانيه خلاص اجزم حطها في راسك والله تجيها صح بعد خطوه على خطوه طبعا بس توكل الله هذه على تحقيق الانجازات يقول شخص عادي مثلي يمكنه ان يحقق شيئا استثنائيا من خلال بذل القليل من الجهد الاضافي بس وشي جهد الاضافي ترى كلنا انت احنا متساويين في الجهود والطاقات لازم تعطي جهود بس تتعب على نفسك شوي يضيق في نفس الشيء تتعب على نفسك صحيح يتعب نفسه زياده والله ترى لكن انا اعلمك احنا عندنا شيء اسمه تسويف صوفها. الله احلى كلمه بكره بعد بكره احلى الحمد لله ليه ما يروح الوقت احلى كلمه ولا سويت شيء ولا انجزت شيء لا 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 وفي استهانه وفي الشيء اللي اعطل من التسويف كل واحد مننا احس يعني احنا على اغلبيتنا بشريه تستضعف بنفسك وتستهين بنفسك بعد هذا شيء ما انت قنوع انه انت عندك قدره عندك طاقه تطلع صح والله عندك طاقه يعني والله ما حد احسن من حدا بس انا انك زي ما قلت تتعب على نفسك انا واحد من اخويا قال انا بفتح مشروع تمام قلت يا رجل جرب والله العظيم ما تخسران شيء يا الله خاف اني اخسر واخاف اذا ما خسرت ما ربحت قلت انا ما تدري يا ادمي هذا هو ما تدري صح يمكن انك تنجح صح اذا ما نجحت ما اخر الدنيا الله جرب ثاني مره صح والرزق عند الله رابع وخامسه وسادسه انا اقتل انجح يوم من الايام انا جعب الجمره اديسون اللي اخترع الكهرب كم مره جرب 20 و30 الطياره 100 اقول الين تطبط على قولتهم اللي اخترع الكهرب شو اسمه اديسون اديسون كم مره جرب الكهرب 99 مره لا تتلكع انا صابعه المره 100 يشتغل مع الكهرباء ما قال لا انا خليته خلاص انا حارب معي المره 10 مرات كثير ناس كثير ناس يبدون مشاريع عنده اراده يا ولد اي اراده كيف توصل سبحان الله هذه 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 همه هذه يبغى لها ناس اقوياء انت بتصير من الناس الاقوياء تبي تصير من الناس اللي لهم حضور مشرف على مستوى الارض اللي انت قاعد تعيش فيها على مستوى المجتمع اللي انت عايش فيه لازم انك تحاول مره ومرتين وثلاث عشان تنجح اذن من طين واذن من عجين واذن من عجين وامشي لحالك وقلتها انت شافي الاصرار رح 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 فالاخير بتواصل وبتنجح والناس اللي كانت تسبك وتقول لك لا 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 تقرب منك تقرب صحيح يجون انا ابو نهيان كلام اخواني باليوتيوب مره في واحد يقول وصلت مرحله اني 79 80 نجحت فيها شلون يقول حاولت 79 مرة 79 مرة يقول اقسم بالله ما نجحت يقول شنو تفكيره يقول بصير تاجر يقول حاولت 79 يقول 80 نجحت فيها توفقت فيها يقول لك الشيء اللي على طاري 89 والتكرار الشيء اللي يجي بسهولة يروح بسهولة الله عليك قد ما تعبت على شغلك وقد ما تعبت على نفسك وقد ما تعبت على نجاحك حفاظك يكون له صح انت تحتفظ بنجاحك هذا ويكون له الدوام يعني ترى فايده لك كل ما استمريت كل ما استفدت طيب سؤال ابو ماضي متى اخر مره حاولت وجربت انك تسوي شيء اخر مره حاولت وجربت اي بصراحه شوف ايش اشوف بما انه نطاقنا احنا في الحياه هذه كلها صراحه لا القناه ولا احنا ولا المشاهدين ولا ايا كان صح كل العالم في الحياه هذه حياتنا قائمه على ايش؟ على الفلوس طبعا وعلى الربح المادي ماده حياه ماده على الماده لا لازم نلعب على بعض عشان تعيش انت ما يعني لك امورك حياه داخلها عشان في الاخير تاخذ ماده تصرف على نفسك صح. تعيش صح. نفسك فكل امور الحياه كلها مرتبطه بالماده صح كلنا نسعى عشان الماده ما في كلام الحياه هي بالوقت الاخير صارت ماده وش الحياه بالله بدون فلوس؟ اقول ابدا لكن الفلوس ما تعني كل شيء متاخر والله لا والله ما تعني كل شيء والله تعني والله العظيم ما تعني كل شيء
والله ما تعني كل شيء. لا لا في الوقت هذا والله تعني لا لا يا اخوي والله تعني شيء واجد والامور السهلات. ما هو خل الوقت انا مرات يجوز انا فانا معك ان ما لا غنى عن الفلوس صح، لكن في ناس عبد الفلوس هذا صارت عنده الفلوس يعني مو مستعد انه ما يسلم على اقرب اهله واقرب عاد هذا لا عاد هذا حاله ثانيه. فلذلك حاله ثانيه طبعا لا ما هو شيء ثاني. ما هو الفلوس ترى الطمع، الانسان بطبيعته طمع. شوف الانسان بطبيعته مو قنوع، طبيعته ترى ما يقنع بشيء صح. فالفلوس هذه من مغريات الحياه ترى يعني مجرد ما تجرك. ما جاوبتني متى اخر مره والله حاولت بالنسبه لي انا شخصيا في مجال البزنس اي بالبزنس بالبزنس ترى انا ما دخلت ابوه لا واي شيء تطمح له كحلم اي شيء اطمح له. اخر شيء حاولت زد رصيد تمام. لكن مالك محاولات تجاريه؟ لا تجاريه لا. قبل كنت ب انا من خلصت مشاعر مليون قعدت سنه ونص تقريبا والله ماني فاضي ماني فاضي. حلو دخول عالم جديد يعني فهمت. بعد شهر مليون دخلت بعالم جديد عالم امسيات عالم. اول شيء العلاقات تطورت، حتى العلاقات تطورت والعلاقات اهم شيء. فهمت العلاقات اهم شيء العلاقات هي هي راس المال ضروريه. طبعا مو انه تطورت بحيث انك يعني غيرت علاقاتك انه لا سمح الله اثر على نفسيتك لا، لكن طبيعه ترى كل شيء تصله او نجاح تصله طبيعته يفرض عليك بروتوكول معين او برستيج معين او حياه معينه. ايوه بالضبط حياه معينه. فبعد شهر مليون سنه ونص فعلا هيني انا الان بزد رصيدك سنتين ما فضيت لحد ما شاركت. يجوز قديش صار احنا قدمنا على زد رصيدك؟ من 8 شهور او 6 شهور تقريبا صح ولا لا؟ فما كان في وقت نهائيا والله. يعني انت دخولك لشهر مليون قريب اخر موسم والله اخر موسم قبل سنه ونص ما شاء الله من نجاح نجاح مباشره الحمد لله توفيق. والاثنين موسم سابع شهر مليون موسم سبعه زد رصيدك موسم سبعه رقم سبعه ورقم خمسه بشهر مليون تصويت ورقم خمسه بزد رصيدك. بيض الله وجهك. هلا بالحامل والمحمود. انت السؤال لك يا ابو حصه معليش تحملوني شوي. امر امر طال عمرك ما يملك ظل. متى اخر مره حس يعني يعني حاولت انك تجرب عشان تفشل او حاولت انك تجرب عشان تنجح؟ انا بحياتي ما طرى علي مشروع ولا افتح يعني قلت اني بفتح مشروع ابدا ولا جاء بالي. ما عمر جاء بالي اني افتح مشروع. وش السبب؟ خايف؟ لا ما هو قصه خايف. خايف اني افشل هذا يعني خايف انك تفشل وما في راس مال تمام ومع اني عاطل وما عندي شيء يبد. يعني عندك معوقات وخايف؟ ايوه عندي معوقات وخايف مع اني فاضي فاضي شغل. ما شفت فرصه انك ممكن تكلم احد من اخوياك؟ حاولت والله حاولت سلت. بعدين جت براسي يعني انا متعود لنا فتره من يوم انا بالثانوي حلو نروح لامي كل يوم شغل هالدتسن سلام شغل هالدتسن طال عمرك وعلى السوق كفو وتشتري امي بهارات وتضبطهم تخلطهم تبيعها يعني على اللي تعرفه والشبات العجز تبيع. بس كان عندك حس الموضوع هذا؟ اي بس لا بس ما عمره طرى على بالي. يوم يعني قبل فتره ما هي بعيده شرت كميه كبيره امي وحطتها بغماري ورا معي. انا اصور بسناب وطقطق قلت امي ها الحوسه هذه الدنيا اللي خذيتي هذه شو بتعملين بها؟ كلها الدنيا. قالت يا وليدي ببيعها ترزق بها الله. قلت خلنا افتح مشروع يعني كذا والله صور انا بس انا كذا قلتها. قالت وين احنا اول مشروع؟ انا عاجز لان المشروع يبي له تعب يبي له ركض ويبي انا ماني يمه. يعني يلا هاللون وعلى اللي اعرفهن وخلاص. قلت خلنا نجرب. قالت لا والله يا وليدي عاجز. قلت فكري. قالت خلاص بفكر. قلت حتى انا بفكر بعد. طيب خلينا اليوم الاول والثاني والثالث. حلو. بعد اسبوع. يا سلام. قالت ابشرك يا وليدي فكرت. قلت يلا زالت نقول الحمد لله. ما زالت نقول الحمد لله بعد كفو وابشرك انها زالت الحمد لله. اللهم لك الحمد. الله يديم الله يديم النعمه ان شاء الله. للوالده الله يخليها. اي والله اللهم امين. انت الديب انت ديب واضح انك قاعد في العقارات. انا عندي طال عمرك عندي مكتب عقار بالكويت. كفو تبعك انت ولا شريك لي؟ لا تبع لي تمام. وعندي بعد مؤسسه مالت بنيان. مالت ايش؟ بنيان. حلو مقاول. بس كيف بديت تدخل في الموضوع هذا؟ هل انت اول كنت ما عندك شيء او شوف انا أو ما فكرت؟ شوف للامانه جيت بالصدق انا باذن الله نبي نطلع تجار. اشتغلت في الشيلات الحمد لله. حلو. ونصحني واحد انه كهوايه استغليت انك تاخذ منها فلوس او لا لا جيتني فيها رزق. اي يعني انه كهوايه سخرتها وخليت انها تكون تجاريا. حلو. شيء جميل جدا هذا. وبعدين طال عمرك للامانه والله حولت مجال سيارات. سيارات فيها خير وبركه.
خير خير خير. اللي يخشري سيارات ولا تشتري سيارة. اللي يبي سيارات لازم يعرف لهن. أيه عنده خبرة بها. بعدها طال عمرك أخوي عنده مقاول مكتب مقاول. مقاولات. المقاولات. عقب أشار عليه قال ليش ما تفتح لك عقار؟ مكتب عقار. والحمد لله فتحته وعيننا فيه خير. يعني شار عليك مش توجهك انت؟ لا مو توجهي لكن قال طقطق يعني تشوف مشروع. اي قال يا ولد يعني انت الحين قاعد فاضي لا شغل ولا مشغل دش المجال هذا انفتح لك الله باب رزق والله العظيم شيء ما تدري ما يعرف فين هو باب اذا انفتح عليك بس بعدين ترك ما تقدر الباب ما تقدر توجه نفسك وشانه عليه لا انا اقول لك تدري شنو يبي لا ابو عبد الله انا مثلا انا مجال الاغذيه الكافي هذا بس هذا اكتشفي انا عود بسم الله من شرك يلا حيا هذا ايش جاب بارك الله كيف النظاره ما حد مدحني يا رجال ما حق زمانك يا رجال ما يستاهل المدح ما حد مدحني يا رجال الله ما حق زمانك ابو حو حقد عليك حقد ما حق زمانك ابو حو سلام بلا زمان ما بترش فيه مالك نشاط والتخصص جميل ابو حو كبير هلا يا خال السلام عليكم. السلام. يا الربع. دام الله جمعنا على خير. توصل بسرعة. صح. الرجال هذا أنا بغيت قاضي منه. الوجه هذه بتطول معك السالفة. تأخذ لك 10 سنين 5 سنين. افتح افتح خلينا نجلس. أنا لو هديت 3 سنين. حلو طيب لو بتخصص وقال أنا بتخصص بشغلة فلانية حتى لو ما أعرف بشيء. لا بس تكون هواية لك وعندك محبة فيها. محبة أي شيء تحبه تبدع به ما تحبه ترى. أنت مثلا البهارات مثلا عندك إبداع فيها. سواء انت او الوالده عندك ابداع في البهارات صح اخوك مريض خلاص تخصص فيها حتى لو جاك مشروع يغريك من شكل ثاني او مكان رزق ثاني ابعد قل لا انا ماني فاضي انا عندي الحين هدف معين اللي هو البهارات هذا لازم اوصله يسموني في الديره غير هدف معين عرفت لا تشتت روحك من منا تجز البهارات في سنه سنتين خلوت لا تدخل الامور سريع ثاني تشتتك عرفت هذا اهم شيء صح والله إيه لازم انك تثبت شيء ثبت شيء وتمشي عليه حتى لو جتك مغريات انت تشوف هناك في شيء يغريك تعال في فلوس لا في شيء خله ركز في هذا لو ركزت في هذا ومشيت مشيت بنيت بنيت فعلا فلو. صح التركيز هذا يا جماعة الخير يجيب لك رزق ما تتغير خليك تكون من اساسيات الشغل ايش غبيه صداع يبي له انا يعجبني هزاع والله بهزاع قال له ذاك اليوم كلام بلاف. جدا جميل والله اسمع اسمع انا والله كلام جدا جميل من تاجر جميل الله يرجعك ويجعلك هذا بس ابو نيان انا والله جازني كلام هزاع ذاك اليوم حبيبي يعني يقول اذا شخص راح وفشل يقول انا مقتنع فيه لازم اني انا اروح اجرب يمكن ينجح اي اكيد هذه والله انا اقتنع فيها عندنا تجربه عظيمه بالتجاره والله العظيم تجربه ولد هاي خلوا ولد اصبخ اصبخ مع جنبي روح هنيك هنيك ولد ايوه الله يجعلك قطر يا من البعد هذيك شغل هذيك شغل هذيك هذاك كبير هو يقول يسموني اخر حل لبان صح لا التميرات والسكري ها مع القصيم نبي سكري مع لازم يبوس هاي شطك هذا نبلشهم ارسلهم رسالة بس ان شاء الله انزل ان شاء الله بيحسون جي صناديق كراتين تكفى ان شاء الله اي والله والله اسمع عند التنازل القنبلة ها اتوقع ايه انا سول بعد ربع يجيب يجيب لنا قعدة جو صحراوي لا عاد مو بهالدرجة هذه يا ولد كلام في البر اقسم بالله ذيك في البر والله صوت حلقة حاطين طلع امك جميع الحيوانات يجيبون انت والله حاقد عليك اهو ليه؟ قول ليش؟ ليه؟ لانك راقد بدري اي والله والله اني حاقد اي واحد رقد بدري حلو ممتاز كذا اشوفك تجيني جيت عند وجهي تويتي حققت يا ولد انا رجال ما رقدت شرجة يعني روحي تلقى ساعه انت خليت الناس ايش السبب ايش السبب ادري عن يا ولد الرجال هذا ماذا دخلنا نرقد نقلب بطارياته لا ربطه زين يتربط ولا انا شغال على الطاقه الشمسيه ولا نعطيه المهدي حق الخيول والله نبيله هو مهدي والله هو من خذل دي ايش اسمه بحور فيتامين دال فيتامين دال هذا السوابك هذا صح اوه هو اللي جاب العيد فيه لا والله افتح الباب افتح الباب افتح الباب افتح طيب افتح الباب افتح الدرج اذا كنت والله ابرك كارثه يا رجل تخل بالهنقر طير العالم يا الربع يا رجل ليه حار يا ولد هذه حار هو ربي زين هذا كيف حار من الحوادث في الخميس واجدوه لأنهم يمشون بسرعة فائقة الله بالله افتح اللي وراك اللي وراك يا ابو حور عمره خلنا نضبطها عجوز انت توفت قدرها 500 سنة والله تبكي عمره رجال ولا مرة حمره مرة فهمتك نعم والله نحن رجال لا عمره مرة
وترى ترى يعني أغلبية الأسماء اللي موجودة دائما تكون اسم الجد أو اسم العائلة تكون نفس الأسماء هذه يعني. لا 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 ما شوفها ما شوفها لا 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 يا لا يا لا 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 مرحبا يا محمد حلال اللي تقودا يا سيم طاروق زينة من هو طاروق طاروق عليك الله مالي والله التالي عندي لك نظارة نظارة تصلح الكاريزما حقتك يا ولد والله من انا من هذه ما يحتاج شروق انا قلت فضل هذه 3000 ريال هذه هديه مني بيتجمل فيني كذا انا واحد اللي ابغى يشل الفازه وكسرها جزاه الله خير يا لا 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 محمد عمره اللي ما ها اللي وشو اللي يجيب العيد يلا قلها بسم الله يجيب العيد في سحر ثاني صح واحد كلام واحد يا بنجي خير كان شر الله يا محمد ابن خير مشيت بالخير مشيت بالخير يلا كمل الاول والثانيه من بعدها يا الله الله يا سلام هذا الرجال هذا يا اخوي ما انا كرهت القصيد ما ادري بكاتب بيت واحد ما دامني هنا موجود يا اخوي انت يومي بدا المشباح مره قصيد ما عاد كاتب قصيد ما عاد كاتب مره شو سوالفه كلها قصيد مو مشكلته المشباح لو تشيله منه ما خلاص انا بشرع عليه شو ايش رايك يا فواز تسوي في الثلاث شهور هذه ديوانية شعر ليلية كل يوم ما تعدى شعر. على أستاذ ما تعدى على الحين أنا أعطيك أفكار جديدة عشان تطلع بالوجه الطيب عندي شعار أكبر مني أنا أعلم منهم والله أنك والله ما خليت الشعار اللي أكبر منك يقولون شيء هاي ضحكة النمر أقطع هاي ضحكت اللي والله منقه رابط اللي اغماء والله يا ولد انت الحسابه بتحسب امزح يا بحي يا عيوني عيونك انت يا عيوني عيونك وزهير خلهم يغدونا نروح نزينق هواه ولا لا لا الا بنت غدا بنروح نقيل يا ابو نقيل ليه ما نقيل؟ نقيل معناتها نجلس ونرتاح والله انت ما رقدت الصباح عشان تقيل يا اخي ما هو برقاد هو لا لا هذه جلسه سوالف بس كلاسيكية هي أنت يومك تغمز ليش بلاك أنا قال لي جد يا رجال ايه هذا يدور العيد يا ولد أنا ما أقول شيء محمد اسمع اسمع يبيك ها يبيك يا ولد مالي اسمع اسمع محمد ولا حق لازم تأخذ طال عمرك الجو إيش الأريحي الأريحي نعم شلون بحيث انك ما اني طالبك ترجع النظارة في ذمتك اي في ذمتك شكلي روح لا لا في ذمتي انها اسكب اي بس اسلم انا لا لبست النظارة عرفت عم بثق بس اذا شليتها ما عاد انبثقت قاعد اسلم 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 خوتي نسج وش انا بقول اي بالله بتسج يا ريجي صلوا على النبي يا اخوي راقد متعود من الشيطان اموري طيبة يدور الفرقة سوالفي شوف شوف والله اني قايم يا ريجيل على يا اخوي خلوني اكمل سالفتي خلوني اكمل سالفتي واقوم من النوم قلت يا رجل شو علمكم قال محمد مطيري سلطان السهري يا ابو خير الفطور هناك راح افطر قال اخو نوير تقطعون سالفتي قلت يا اخوي الرجل يقولوا لي راح افطر انت والله ما عاد خلاهم حتى يقولوا لي راح افطر خبحت والله لا دفك انت وكرسيك لك من بعير طعم والله صبحنا اليوم ما خلانا نرقد ولا خلانا عين خير يا الربع يا الربع ايش بالك علي انا كل ما جيت لي فريق الله يرضى هذا الفريق قايم داير انت ايش بالك يا محمد يا محمد انا متفاهم مع انا وياك ورا الهواء لا لانك انسان انك انسان اسمع اسمع لانك انسان بعيد يا اخوي هذا الصدق انت انسان ناجح والناجح دايم محارب الله الله وش كلمته؟ الصواعق لا تصيب الا القمم الله اكبر المؤيد هو تكسر تكسر ما شاء الله تبارك لا ما هو انا اللي بكسر ذي يا راعي الفازه هذا الحين يا ريجي يا ريجي
هذا الحين عاد الحين دوره هو اليوم باقي ما جبت شيء فين علينا لا يا ولد صدق عاد ارحب 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 طال عمرك مرحبا ومسهلا بالامير يا ولد يا ولد يا ولد مرحبا بالامير طق القلاب بس يا ابو راشد وامورك منتهيه تعال تعال بالله عليك علي الحرام شلون كذا تعال تعال طال عمرك امورك ميسره كلها تعال رجال ذا بزياده لا لا وشوش تعال تعال اقول رسمي بسم الله عليك لا 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 مجيون قصدك اي كل مجيون لا تقول رسمي زين والله شبه والملح اي راح تقول ما اوصيك شف حر حر ما اوصيك بالذات بال ما عرفتك نفسي ما عرفتك الحقيقه يا الربع ما تاكل الذيب والله كنت بدخل يعني في سالفه فيها مليارات شوي لا يذيب مليارات ويش اسمع احنا يا التجار ما نعطي الشعار وجه. وقتك من ذهب قاعد اعطيه من وقتي ما استفاد منه قاعد يسولف للحين انت شفت شفتوا يا رب شاهدتوا ما انهم بالعانهم يقطعون سوالفي كله حتى انت الحين بعد شفت اقول لك تفضل واحد قمط احضجته ظاهر كل واحد قمط اسلم الشجره المزمنه لا تنتج ثمره الله اكبر عليك يا اخي تقذف الناس بالحجاره وش يستاهل نجود الحيوز نفتح على وش يستاهل غلط تسمح لي من وقتك دقيقه وقتك الثمين ابشر يا رب احنا غلطانين اللي قاعدين ننتظر عنده علمه بين ضلوعه بين جنوبه هل الرياض ما يتغدون الساعه 4 لا ايش رايك؟ سعد وش بسوي احنا؟ اي ممتاز وضعك غدا اهل الرياض معروف حتى من برا الرياض ايش رايك؟ منبثق من الرياض ما عندنا احنا من الرياض سلوري سم طال عمرك يمشي شيخ ابيك وش اهل الرياض وش فيه؟ بعد صلاه الظهر مباشره لا لا تهكم على اهل الرياض يا ابوي اسمع انا اقول لهم يتغدون عقب حكم على الرياض كله عقب العصر لا لا نعم هذه عاده واللي يرجع من الدوام يتغدون لانهم ما يرجعون من الدوامات الا 2:30 3 فينا اللي تغدى 12:30 ايوه وفينا اللي تغدى طال عمرك واحده وفينا اللي تغدى 3 العصر في تغدى اثنتين وفي اللي تغدى 5 الاغلب العصر الاغلب 12:30 في اللي تغدى انتم الساعه كم تغدون؟ الساعه 9:30 احنا غدانا 6:30 الصبح ان شاء الله على السفره الساعه 6:30 نعم وش ذا الكبده ولا الفطور الساعه 11:30 بالليل الفطور صوتك اتقالب المفاهيم كلها فوق تحت ما ادري عنك تقول الوجبات ملزق ذي في ذي والثاني في هذيك متى تغدون يا محمد هناك؟ تنتين ممتاز تنتين بالضبط والله من عذاب الشبكات تكفى اي والله خير بس ما يهمك قاعد تقول بطل عاد ندخل في التفاصيل محمد هاي تفاصيل تفاصيل العيشه ليه هناك داخل من الجوع الجوع والله جوع ورب الكعبه والله العظيم انهم توثقون فينا يا شيخ هبطوا علينا يا اخي ابغى العيش هذا هو اليوم بعد لا لا ان شاء الله يا اخوي يرفع ابرك جمال وابرك لي ابرك جمال ايه ايه مرحبا يا ابو جهيل الله يحييك استغرب انه يرحب بي يا رجل طلع وراك اهلا يا رب اهلا بالعيد ليه لا يا اخي اغني انا لا تغني انت ليه غازي روح يا اخو شوف الغداء وش بعده انا اشهد اني كرهتك ولا عاد يبب زوجي هذا غازي صبي الصمايل والله ونعم راعي العشائر والخلفات ونعم كفو والله كفو عليكم زود شنو الوضع؟ شنو الوضع يا الربع؟ تحت سلطان ها؟ سلطان في بيت الحكم حاطين شيء في التميس لا يمشي تمشي جبهه تعرق زين حر عيود هناك الله يحفظك حر ما شاء الله ما في مكيف هناك درجه الحراره 16 في مكيف كم يعني؟ درجة الحرارة 16 في مكيف وهي فعليا هواء 65 كيف رقدت؟ كيف رقدت؟ صيانة بلا صيانة كيف رقدت؟ لا لا بلا صيانة كان زين ضبطوا الامور اليوم الحمد لله خذ لك طلعت الشمس اجواء عليلة الليل امس بالليل الساعة 10 مدري 11 انا قايم من الحر 9 والله انا ما اخذ سليب باق معي بروح ارقد هناك عند السليب سليب باق سباق الشمس ما ادري عنك طبعا سليب هاي انت مصدق عاد والله هذه بتصير باق ولا ايش بغى بس هايط عليكم علي لا 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 هذا الليل والله يا صدقي جعل ما هايط غيرك يا ابو راشد يا جاني فداك يا حبيبي متى جاني العلاج يا الربع اول مره تزيد دقيقتين تخرب ساعه يا الربع اليوم هذا يوم استثنائي دق راسك ابو الغير يمدحني وفوز على اسمع يا ابو راشد هذا استثنائي بالفعل وين هذه تصير فوز عودة ساكت لكن انا على وشك ينطلق طيب خلاص على وشك ينطلق المسمع يحمل يحمل
يا ريدين البارح بقى يضرب هامي. من هو؟ هو ذا راشد اخر شيء في الاعلام. اي بالله يا ولد انت انتحت. يقول طق راسك لا تخلص عليك فقرب حايط. ولدي يرجع دق راسك لا غلبك الضيق فقرب حايط. ليش اسولف عنك والعالم تسولف عنا؟ الله اكبر. كانك تهايط ترى احنا نعرف نهايط طبك حتى فيلم هايط وانت بطيء مني. الله الله ممتاز. ما ادري والله شاعر في تويتر. يا سلام انا حلوه سمع تعجبني الابيات اللي فيها فخر واعتزاز في النفس. يا سلام. نعم. انت تعترف انك مهايطي؟ نعم يا راشد. اعترف اني انا مهايطي بس اني قد المهايط. كفو والله. واللي يحرمك جمالك يا حبيبي. يا حبيبي كيف اللي يحرمك جمالك هذا؟ شلون انا ربي يحرمني جمالك؟ سعد الله هذا من عندي عليه حرام انك تربعت في قلبه. والله اي بيد من تطلع بكره وانت طالع دحني انا واخذ ثوبي يعطيك ثوبي بعد بسم الله ما شاء يعني يعني يوه. يعني مقصه قصه عليه بكم كلمه وخلاص. دخلت مش عارف منه ما عارف محسن قلبت عليه. ولا تثق فيه لا تثق فيه. قدري بقولها قبل ما تطول علي جوي. يا محمد يا محمد خلنا نطلع بوجه طيب قدام قدام الرجل وقدام الناس كلها. ابشر خلاص يا ريدي. انا اسمع صوتك ياس فيها رز ودجاج ولا يملبي؟ اسمع صوتك ياس. تتخيل تتخيل تسالني سمعتها يا ابراهيم. ما سمعت شيء. لا لا سمعت لا عاد توجه الكلام لي. الله يجزاك يا اخوك تكفى. خلني بالحالي انا والله بس شج مني انا ما كاني موجود. انا شجوا مني على اني انا ماني موجود. روح 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 يعني ابشر ابشر بس عادي. سبحان الله اعطاك الزين والبر يا حبيبي يا شيخ يا حبيبي. علمكم انا الهوى الهوى بشر. ها يا غازي وش؟ ابي قاعد يصور. سلام. ابا قاعد يسوي يا زي كذا. ها يا الامير وين الغداء؟ صح الدخله الغداء وين؟ شر ميتين جوع يا مسلم. نبغي الغداء يا مسلم. العود عطنا بيض. والله يرجيك والله انت شغول انت يا مسلم. والله ما عرفت شو تقول. يا غدا الرعيه يقول العود تخيل بيجي طيب. اي تعال يا مالس. ها جبه جوهات طيب. طيبنا بس ولا تعطينا؟ نبغى عود أيه. خشب خشب دام تعطينا تفضل. في خشب؟ بيض الله وجهك. تعرف انا ما اقدر ما في هواء هنا اليوم لازم استنشق. الهواء علينا ولا مو علينا؟ لا والله ما ادري. انت ما تدري عن شيء؟ لا عاد لا خذ راحتك خذ راحتك. لا لا عاد خذ راحتك خذ راحتك. لا تعال تعال عاد لا لا عاد خذ راحتك يا رجال. يا رجال تعال يا رجال تعال ما يجي غيرك. تعال اقول غلط والله. انت بتجيب لنا عود بس؟ ها تعال تعال جيب. ها لا لا جيب الطيب جيب الطيب وتعال جيب جيب الطيب وتعال. عادي عادي معكم الكابتن قال اسمع اسمع للحين في بالي وكل يوم ادعي عليه. وكم؟ راح اوه قلت انا ما عليه يمكن خط سيرنا كذا. ايش ايش لاع هالحبيب اللي راح كذا. قلت حي والله ذا العيب هذا طال عمرك عارف الطريق. اليوم قال رد نص الغيمه. حلوه الله لا يوفقك. الله لا يوفقك. طبعا وقعد على اعصابي انا الولد الوحيد اللي عارف الموضوع انت. انا لا 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 إيه؟ انا الولد لا انا الولد اللي متعود يعني على الرحلات والحركات هذه. دخل عرفت اول مطبه. ها امسك شوي. الثانيه الثالثه. يا ولد ما عاد قدرنا. يا ولد انا قلبي قسم بالله انا تخبر الساعه القديمه هذاك اللي يطلع فيها العصفور. والله انه منا كذا. وجنبي شيبان. والطياره يا ولد اكثرها شيبان. ما اخذ علاجه اكثرها شيبان الطياره. سالت يا ولد وقعد 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 اتصبر. شوي جانا مطب يا ولد الا كل واحد عقاله في حضنه. اوه يعني صار فيه طيحه منه ومنه. الا واحد من الشيبان قام يصوت. شو يقول؟ تشهد وتشهد يصوت بصوت عالي. خلاص جبال هذا والله هذه لذيذة. حاسس الناس كلهم الحين بيهبلون. انا هنا يا ولد من الخوف ما عاد قدرت اتحرك. والله يا رجل ماسك الحزام كذا. مركب ما ادري ايش بيسوي الحزام هذا ما ادري. وانا يقول تشهدوا استغفروا ما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وانا ماسك. والله العظيم ما سمعت الا صوت المضيفه. قالت الاخ السيستر هيلب مي هيلب مي بس ايوه اجل انفقع راسي. الباب انفتح الذيل تبطل شيء صار. اوفو
اثرها تدف العربانه حقت الاكل ورجعت عليها. يوم ضرب المطب الهوائي هذا ردت عليها العربانه وهي بين دارة المياه والعربانه. الله لا خنقتها يا بنت اللي حق مراه جاك الفارس المغوار. لا والله والله ولا احتركت من مكان لين نزلنا مطار ابو ظبي. والله يا عرب الطياره وقفت اني عادي ماسك ما هو لومك. شفت نزلوا الناس شفت الموج نزلوا الناس مسحت الحزام نزلت غتر طايحه هنا طواقي عقل عقل انا محدبه والله طاحت عليهم الشنط قسم بالله والله العظيم ان الجماعه نازلين نازلين انهم قدامي ولا واحد بغتته وعقاله يبون انا يوم اقول لك تنزل منها مولود. انت تراني باقي حاقد عليك يا كويتي يا اخوي فارقني بس راقد من امس. اي والله راقد من الساعه 3 الفجر ما قعدت الا الساعه 2 وحده كفو. طيب والرجال اللي ما قد رقد الا 45 دقيقه هذا عاد يرفع الله هذا والله يغسل الساعه 1 في الليل ما هو براقد اليوم. عندي برنامج رياضي بعد العصر يلا. ما يصلح انك تقلد البرامج. انا امس بديت معكم تمرين. انت تمرينك كله وانت قاعد ابغى ظهر ولا يا حبيبي ساعه كامله ابغى يطلع الكربون اللي من عام 1406 تعتبر مقلد خلاص راحت عليك الفرصه. يقعد لي كذا ما يا سلامات يا واقف ابو يلا سوي كذا ما في سوي كذا خلاص تماريني سوي تمرين واحد وجوه لا ما ابغى. كيف تمارينك انا هروله هروله اذا ما سمعت طرقعه الحوض ما انت داخل دوره عسكريه يا ولد يا ولد هذا بيدبر بعدين اذا وصلت لياقتك بعد كلامه انتبه بعد 20 يوم بعد 20 يوم وصلت لياقتك 100% خلاص اللي توصل لياقتها 100% اسمع يقبل بالاصل انا يا ابو حمود تصدق من يوم قال لك تمرن معك بغيت اطق ظهري ما حد يبغى يتمرن معك اللي بيتمرن معي مرحبا انا يطق اللبس الرياضي ويطق ما حد يبغى. طيب ما قلت اسمح لي عندي حل الله يرحم والديك وابشر كلنا معك كلنا معك بس الله يرحم هالوجه الطيب المزيون الله يطول قسم بالله فيك زين ما شفته في حياتي والله انك كذبت والله العظيم انت تشوف شيء انا ما اشوفه لكن انا طالبك مطلوب ها احنا عندك مرفوع 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 انا طالبك مطلوب والله ما يجي لنا والله ما يجي لنا والله نحن مشغولين والله ما قدرنا ندخل الطليان لا ما ابي طليان باقي لك حق عندي ابغى الجماعه والعال نبغى نرقد بس ابشر بكره عشان نبي رياضه صلوا على النبي نصلي اعطوني موقع ارقد فيه والله ما بسلمكم نفسي ما اقعد انت انت راس المال. طيب شوفوا لي مكان انا ما في شوف الان شوف الان انت ما عندك نوم للساعه بحور بحور انا رجال انا رجال اليوم ضقت بس والله ضاق علينا رجال تو داخل علينا يبغى يطيح عيونه حمر. طيب وش الحل انا رجال بنسحب يا بحور وبصرك فيهم قسم بالله اي مكان ارقد فيه عادي تعذروني اللي انت قصدك يعني اللي بيسحب مكان ما في حد. انا طبعا ما احب انام الا في قمم الجبال فبروح المنارة برقد هناك. طيب لا 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 المنارة محل سعيد يقول بيحذف عمره منها بيغوم منها تدري نبي ترند نبي ترند سعيد تدري انك جنيت على واحد منا الرجال هذا تو دخل عليه قال الله يا جماعة الخير انا اسمحوا لي انا بنسحب بنسحب ينسحب من البرنامج بنسحب من البرنامج الله الله تكفى لا تخليني ابكي قسم بالله انا رجال ترى دمعتي على كتفي يا اخوي يا اخوي انت ما تحزن على دمعتي ايش ايش دمعتي على جنبك من ترجع دمعتي على كتفي يا اخي يا اخي يا اخي مع اذان وهذا يا ولد يا ولد رتبه رتبه مو دم يرحمك يا دي سعيد نفدى لحياتك انت ترحم عليها الحق بينك وبين الحظ الله ما شاء الله عليه العظيم يدك سعيد عرفوه كل الناس جد سعيد وجدك عادي ليه في حياتي تفاصيل هو يشبهك في شيء جديد قبل كل شيء انت عمرك انا عمري 41 لا 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 يا الغامض يا الغامض ابو حوض في شيء جديد عندك تصير ما نعرفه الحين وفي اسرار لا استطيع ان افصحها واعتبرها دبلوماسيه دبلوماسيه او مشي رجل انا دبلوماسيه مشي بس كيميديا والله شكيت في يوم من الايام والله ما بعيده من كيميديا شكيت نفسها دبلوماسيه كيميديا انها على حجاب ايش؟ كيف؟ يا ولد في نشاط بسم الله ما شاء الله منو ذا منو؟ ان عنده بطاريات ولا عنده شيء الشحن طبعا الرجال توقفت هم شبه خلفه توقفت ما يرد مع المسلمين انشط منك انشط مني دبل وذي اقول توقفت اجهزته كامله الله يعطي الوالد العافيه وننزل المسجد ابو شيء الله يرحمه والله يعطيه الوالد لا ابوي الله يعطيه العافيه ابوي ما نبغي اي مولى حتسيب والجد ويوم وصلنا والله قبل شوي ذبحه الحين حي جدي توقفت الاجهزه نفس ما فيه قلب طافي ريه طافي كله سكر ويوم وصلنا استشفى انت يا كويتي ترك نايم من امس والله انا عاد اتحوم هنا
والله يا اللي تاكل تشرب معك البارح يقول لنا الشباب اليوم الفجر يقول يا اخوي يقول هذا يقول ابن هرقد يقول ليه انا ما رقدت بدل انه ليش دخلنا فيه لا يفوتك وان سدح ولا قال واحد ملك كح من ملك كح لا لا صدقه بسالك يعني من هو اللي يكح يا شباب ايش كان شعورك اليوم لا جاوب اول شيء اول شيء جاوب ايش كان شعورك اليوم يومك تزعج اخوياك النايمين وتصايح في الصاله ايش كان شعورك من اللي يكح كذا اليوم سيد 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 من عليك لا في واحد يكح كذا سيد قحطان توقع عنا سعيد 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 ليه تعبان سعيد تقول دي في جوع لا ايش فيه والله يكح كذا انت انت جاوب انسان ما يبغى ما يبغى انت وش مصلحك يوم تزعجنا تحفظ على الاجابه لا ما في تحفظ يا الغامض انت يا الغامض والله ما سويت فيه خير علمنا كم سالفه جدك سيد والله ونوصل والله اني ترفع العيال كلهم والله انا ادربع على 26 كله اقول تلوموني يوم ايام زد فرصه ما اجيكم باقي يوم. ما نمت قسم بالله والله انت انا من الساعه 2 اصحى 5 انت في ماجور بتدخل الجنه بسبت مخوت تدري وش يقول اول ما جاء اول ما جاء الغرفه فيها ثلاثه قالوا ما انت معكم قالوا مقرب مقرب يوم علمني ذا قال قال يا ولد ما يرقد جانا يوم بس حسبي الله على عرفته يا رجل ضبط وضعه والله استاجر له شقه والله على حساب الخاص كفو لا وانا اقول عقب البرنامج ان الله احيانا بروح اوروبا باخذ الرجال معي انا غلطان لا غلطان ولا يفوتك انت امي انت تدري انه يتكلم انجليزي والله لو يتكلم 17 والله العظيم هزاع انت الخسران انت خذيت اي والله انا خسران والله انك ما قد وقفت معي لا شوف يا والله لكن بيننا وبينك والله انك خسران والله اني خسران تعال تعال معي اي يا بحر سمع تعبان والله وصلنا مستشفى عسير وجدي والله ما نشق يعني كم مساء وجدي ميت احد ضحايا يا ولد قبل شوي حي والحين ميت احد الضحايا ابو محمد احد الضحايا ابو محمد من نظارته على عيني يا من نظارته على عيني يبشر بالسعادة وعين الفراش وعين الحار تسلم سلامة الجميع اقعد انت الموضوع وصلنا المستشفى والله بيني وبينكم والله انت يا جدي جثة خلاص ميت تو ابوك الله يرحمه لا جدي جدي تو تقول ابوي باقي عايش 12 سلندر اتش دي متجدد اتش دي تلفزيون يا رجال والله وصلنا المستشفى على طول طبعا الله يرحمه كان يرتاد المستشفى على طول انت يا جد انت يا كان يرتاد يا ولد ايش وضعك انت؟ كل رايح يتمشى والله الذي هلاوف نربطك في المروحه اللي برا مشاب فكره مشاب خليه يسولف خليه يكمل سالفتك عشان خليني اكمل سالفه اعطيكم الجو يلا والله وصلنا يا طلع عمر الجدي جثه اول ما جبناه قالوا انعاش دخلوا انعاش انت يا طقوا ثوبه انت يا طقوا ثوبه منا لا قطعوا طقوا الفنيله طق على طول جيبوا له فصاص كذا وحطوه هنا فصاص وحطوه هنا فصاص وتعالوا مثل شفت المكوى ايه جيبوا ثنتين وقالوا طبعا ميت قال مات شبك قال كسروا صدري يا محمد كسروا صدري رجعت تقسم نتع كسروا صدري يا محمد والله من اللي يقول كذا لا هو عالي يقول وش ذنبك هذا وش ذنبك الله يرحمه عروني يا محمد من ثوبه كذا هو نفس اللي سوى له العمليه والله طيب والله والله الله كسر صدري يا محمد رحمة الله تقول نكسر بعدها مع السيف نكتب كل ندعي له الحمد لله الله لا نزل نمشي الحين ادعي له بالسلامه بالرحمه يا اخوي حدد والله صادق كيفكم والله اللي جاي الحي غامض غامض انا ما رجال يا ولد الرجال حي عشان ايش السالفه هذه بتختلف روايات كلمتين ما بتحاكى لا احسب انها احسب انها قهوه ال مو بكلمتين ما بتحاكى شو شو شكلين ما بحكي شكلين ما بحكي كلمتين ما بتحاكى سبب سعادتي هي ضحكة هذا الرجل لأن قلبه طبعاً دقوني بيوم من الأيام مخالفة في منطقة معينة أنت لا ليش دخل المخالفة؟ لا خلنا عشان القلب يقوم أقول لك القلب قال بالله قلبك راضي علي لا يكون زعلان علي يعني دقني مخالفة مش بيكون قلت والله إني وحن في ليل إن قلبي أصفى عليك من هذا الليل في الدانية وداناك الله الله يستر من هذا إيش؟ من هذا الليل في الدانية يعني أسود أيوه يا أسود أنت يا يا أخي يا بحور اسمك الرجال ارجوكم تشوفوا الناس فينا وتطببوه في البحر هذا ليش خلاص انت يا بحور توكل على الله الرجال يبغى يرقد لا والله واجه هذا ما هم كان نوم نوم هذا سواليف علوم غامض قهوه شاي مع تدري اني احبك يا سلطان والله اني تدري اني احبك والله اتشرف اني جالس قدام وجهك الطيب هذا لبيه
اي والله حر 1000 وقهوات مقرب ما عاد خلصت حر وقهوه في القايله حر جو على كيف كيفك بس نبي تمر يقول هذا الجو هذا ما تعينه الا في جو ولا حلا اطمر من عندك يا اخي ايش تقعد مشوار يا الاحتغال ما خليني اعلم الربع بالعود تمر والله الرجل ذا في فرط حركه وفرط كلام ابشر بس حلا شيء الرجل يعرض عليكم خدماته عندها 10 تميس جاهزه طالبه تاخذ قطوع هو انت تبغى فلوس ولا قلم هو شغله نقد فلوس ولا جيبها الظاهر الغداء ما هو لا لا خلاص بيجي الغداء وهو والله يستر ما يجي الغداء يا اخوي يقول عنده تميس يا خلاص يستر عليه ما نبيه الرجال ما يبغى له نقد الله يكرم النعمه بالنسبه لي خلاص راح الحق ابو حور ابو حور اشهد الله اني احبك في الله والله اني احبك في الله حتى محبه والله جاي شقد قلب خالد ما يدري ايش يرد عليه يقول لي رجال يقول لي واحد من اخوياي يتابعونا في فرصتك قال يا ولد معكم واحد اسمه غريب قلت وش اسمه قال يا اخي اسمه بحور قلت يا ولد ايش بحور ما معنى واحد اسمه بحور قلت ابو حور قال احسب انه اسمه بحور لا ابو حور يحسب ان اسمك بحور يعني انت شو انا فهمت مو بابو بحور هناك الجو بارد منين الجو حلو هناك انت الله يستر لا بالله نسلم يا اخي سريع ممكن يسمعنا الحين الله يوفقك يا رب الله يسعدك فرصه سعيده كيف هذا الحر في مواد جديد تعال لا انسى هذه النظاره لا يا لبق فيها ماء في حر وكاله في حر انت يا قم يغلي انت يا انت من صجك انت مصيجيك ما قلنا مش بعدك هوا رايق والله شبعان نوم ومخمخ طيب أقول لكم حاجة تدري إن النوم الزايد إنه سبب فشل الإنسان في إيش وإنه سبب في الفشل الكلوي يا رجل خلنا نفشل خلنا بساعتين متواصلات يا رجل والله أبو حور خايف عليكم أبو حور طيب صلى على النبي إذا كنت في اليوم تنام 12 ساعة ما بي 12 ساعة وعمرك 30 سنة ايوه انت عشت 15 ساعه صاحي 15 سنه صاحي اذا كنت تنام في اليوم 12 ساعه وعمرك 40 سنه عشت 20 سنه ليه ضيع ابو حور نام 6 ساعات وعش وانت عمرك 40 يا حبيبي 35 سنه يا ابو حور خليت نام ساعه انت يا انت يا علي بيحيى يا ابو حور الحين هو يقول كثر النوم يسبب فشل كلوي هو خش المصادر وطيب انا كذا اعطني مجنون هذا ابو حور هذا جيب المصادر هذا ابو حور انت وش فيكم يا رجيب والله يا رحم يا اخي ما يتكلم يا الربع يا الربع يا الربع ما نبغي 12 ساعه ما نبغي 12 ساعه انت تجلس هنا والله نبغي 3 ساعات والله نشاش والله تعال عندي والله العيون ساعات لا 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 تعال الله يهديك راح الله يهديك الله يبعدك يدخل لك من هنا تقول لي ولا تقول بلنا صناعية اقسم بالله يدخل لك من هنا خلص صناعية دو اكل يا ما شاء الله جاك على ما قم باوي اربع هدي بمشكل على ما قم هنقاوة جاكم هناك جام هناك جاك بيخبص يا رجل جام نص الباب يا ابو حور يا هلابك يا هلا يا ابو حور يا هلا الكويت اقسم بالله اي واحد ينام زياده انا اعتبره يعني انت يا انت طيب ايش رايك في اللي ما يرقد يا ابو حور والله اللي ما يرقد عيني ساعه وقف عنده جاء وقف عنده وقف والله انا اوكي انا اشوف ما قاعد اقدر ولا قال هو اشوف من معرفه الناس ان اللي ما يرقد ما هو طيب اقول له قهوه بس تخلص في راسه بلا نعم الحمد لله قول الله ما انا قول الحمد لله يا رجال انت اللي بكره من شرك احنا بخير نبي نرقد زي العالم والناس تكفى ارحبوا شوف انا تدري ما ابغى ازعله قولي ليش انا ابغى منك ابغى اجي في الامارات بس ابغى دقيت عليه والله انا عندي الحل الفروسيه ما عندي اسمع قابلني اسمع انا عندي طلب بس مرفوض من الحين باسمي وباسم اخواني تكفى لا ما تكفى باسم اخواني مرفوض تكفى عقالك عقالك لا والله بحصي نبغي تقدر تعطينا 3 ساعات في الليل اسمع حاضر 3 ساعات ثلاث بس ثلاث حاضر لا انت خربت عليها اوه اعطني نظارتك شوي انت يا من 3 ساعات بس شو بس ساعات اذا ما ترقد الليل نومه المحارب اسمع ايوه نومه محارب يعني ساعه
نوم نوم المحارب يعني ترقد وانت واقف شوف له حالتك طعن بيننا اهلا رجال انا اهلا وجهك انا بنومه قد رقدتها احنا ابوي طبعا لازم تصلي بجنبه ولا بيحصل دمر مستقبل فحن في صلاه الفجر وكنت سهران وجيت ابغى اصلي معه المهم انا جنبه وقد حن في التشهد الاخير والله على ما جاكم وانا انت يا انا متشهد انا متشهد الاخير والله جدة سعيد طبعا في ظهر في المسجد سعيد في القرية ويوم المهم جاني في راسي ان الامام سلم كذا وانا وهو بجنبي اني اقول كذا مال ابوي والله والله كل ما ذكرت اني اتصل يا ولا شو الموقف بالله العالم ما قد سلموا قلبك وين هذاك اليوم لكني ديب انضمك قطول احتبس محله ما حد قلبك وين قلبك وين هذيك الساعه يا ابو حور احتبس محله قلبك ذيك الساعه وين انت يا ما مرة قال ميدي يا ولد جاني الصدق جاني قال ميدي أنت وضيت ولا طبعا جيت أنا باقي صغير ما توضيت قال أنت وضيت وكذا بضحكة أنت وضيت أنت يا ولا ما توضيت قلت لا والله كان عندنا عزاء المسجد إلى خشمة قلت لا والله أحسبني يعني يا ولد عادني أذكر بس نهاية طقني مخمس على الوجه على الانف يا ريل على طاري كف الاذن ذا اللي عنده موقف على كف الاذن اللي تصفر عطونيه انا نضحك من سؤال انت وين تركبت والله عندك والله والله مركفوف اللي قجته لا والله الله يجيره لا يمكن من الوالد كذا مقبوله انا من البرال والدتي واخويا عبد الله الله يرحمه كفوف اي والله ما اذن امي اذكر الله اخليها لي والله تخبصني من هنا ان الوالده لا العصر انا جد ظهر المدرسه انا زاحف اول وزاح والله انها تطني طن وتقبص كذا تقبص قبص غير طبيعي ابوي الله يرحمه الله يرحمه لا والله مو بحنون ترى بعض الحين تجي الام كذا انا على الوضع هذا عندي انا عندي كسر هنا الان سلامات اي والله من ابوي جاه ابوي واحد تقهوى عنده امير من ربعه امير الرويضه سليمان اباني ونعم ونعم المهم وانا كنت مبزوط اول وانا صغير ولا جيته وكان الله يرحمه يعني في نص جلطة نصفية عرفت وكان يمشي بعصا سبحان الله وأنا في الصالة نايم وهو يجيني يعدي يعدي حمقان أبوك وأنا في الزاوية وهو يغطني طال عمرك بالعصا وبثقله علي حق هنا يعني ليش ما جيت ما جيت أمس العشاء يوم العشاء الأمير ما جيت وهي تدخل العصا هنا قسم بالله كتر اللي جاني كسر الان انا فيني هنا كسر خفيني مشكليات يا ودي طلعت عيني والله ان الله يخليها اليوم من نتائج سيده جالسه من الزاويه تبكي ما تقدر تقول شيء واطلت على كل حاجه ست ايام ماني في الحاره ويني ما ادري ابوي كان اكثر رحت مستشفى ما رحت مستشفى ولا شيء ما حسيت بوجع الا يوم كبرت ترى الاضلاع سبحان الله ما في وجع إيه؟ تنكسر لكن ما الشايب الله يعطيه الصحه والعافيه ما هو بشديد علينا مرة لكن العجل شديد العجل تمدنا رايحين وتمدنا جاي لا الله يعطيها الصحة اي والله لكن كافية ان الشايب في الخبط كفو ابوي رجيل سحانا منه وخوفنا منه سبحان الله من دون انه يعني يضرب نخاف منه ونحسب له 2000 حساب الله الله مع انهم يتبطن رايحين جايين لكن سبحان الله نحسب له حساب من ابوي عندك كراتيه الم قلبه حنون شوي السلام عليكم يا عبود يا من يا الحجة من يا مسجد نط علينا يعلبوك في الجنة هذا قال صح هذا ضبطها والله نعم والله بعد وش ايش من يعني هالحزة اجمل لهجة الكويت خليجية الكويت يا حبيبي قسما بالله طبعا عندهم اكلها عجبتني اللي هي الدبوس لا هو دبوس دقوس 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 يا حجي دقوس فلاش اسمه دقوس دقوس اقرب سوى مثل رفيقه يقول بارك للسيارة طبق زهيوي الله ياخذ عقله بحور رجال قهوته مخلصها عقب صلاة المغرب يا ولد انت قهوتك والله ما ودي ياخذ العقل يا ابو عبد الله انا ابيك تروح الله يستر عليك والله ابي اقهر الرجال يا اخي وينك من قائد والله ودي قائد خشب
والله ودي نقايل مجنون ابرد من اللي داخل شوف طفى قولك كانت شيء قولك اما انا ابوي عنده كاراتيه يا ثواني قد انت جنازه ما في يطول جنازه يسوي لك اعاقه في ثواني لكنها ضرب محبه ما في عداوه في دبوس هنا الله على ايام واير المسجل يوه يوم ياخذون الشيبان يلفونه يا شينا تم غيط ما لا ما يدك الضربه هذه اللي كذا موس عضرس سميه عضرس ايش تسمون ذي يا سهل ورني ورني اشوف 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 عضرس اسلم ما يدك الضربه هذه اللي كذا لا عضرس احنا نسميه عضرس انا شوكه عضرس شوكه طق نفسكم متاع عيني قدل والمنارة يقول شب وضوه وشعقت في الجو يا اخي جمع جمع نبغى نفهم يقول يطرب لي منه يدق الهيل ما اللي يقوله انا والنار تشعم في معاميله ابو حور في خايع فيه الحلال مقيل والناس تسمع به تاجيله بين الخزامه والنفل والزيل وبيت الشعر تلهب قناديله انت يا واليوم هجت به على ما قيل وسوت مثل صبره وشاتيله انت يا صبره وشاتيله سمعتها من كثير في قصايد صح اي هذه اللي قصايد مكررات يا ابو عبد اقسم بالله حبك كثيره انا ما اشوف بالنسبه لي انا اقفز كلهم قفزوا من عندك يعني انت ايش انت معي يا ابو ماضي اقول بالنسبه لي انا اقفز بالله شوف الضغط ابعد انت ابو حور ابعد ابو حور ابعد يا عبد السلام ها تعال يا اخي شكله ثعلب وسخ اقفل والله اقول شوف شكلك ثعلب شيء كذا تعال ابغيك ما في حركات تعال استر ما في حركات انت امنا بالله انت رجل متعدد المواهب طيب صوت زين الحمد لله سؤال سريع الانبعاث قصص ضحك زين بس ترى ما هو بشرط انك تكون شاعر طيب احنا سلكنا لك مرتين صح ولا لا محسن هو يشوف شاعر يبني هزاء. قصيده مثل بنيان المباني تحت عود الراكب جنب الغنم والشاذليه سالفه هذه قصيده هذا سالفه سلام مرحبا بس انا تفضل تفضل اطمر من عندك مرحبا الف كيف حالك يخليك. عندك قطوع بيع شراء شيء حاسس انه مجله عندك قطوع ببيع الغنم عجبني المنظر الله يطوله عملت لي طله كذا بيض الله وجهك ومرحبا نبت اقلط مع الله يحييك مرحبا ولا قهوه والله يبغى لها 24 الريحه حق اي ترى ابو تركي هبت ابو حور بالله بشوف تعال بشوف قوتك انت هذه اللي تعال ابو حور والله بشوف قوته اللي يهتم فيها يا رجال ما عنده سالفه لا مو منشي والله مو منشي انا حد خويه ايه احلى شيء يلا حي والله ذا العين ابو عبد الله لا يا ابو حور والله يا ابو حور اني قال صاج تعال اسمع يا ابو حور اسمع مو معناته انك رجل متعدد المواهب شاعر يدري تك يا ابو حور ياخذ على طول المباني دقيقه عند الغنم والشاذليه عند الغنم جنب الغنم وكيسين شعير يكفيك ان ابوي من جماهيري فقط يا رجل عيني وراسي يا اخي على عيني وراسي لكن ترى في شعراء الان حناجرنا خناجر شعر ومروح واذا انا نوقف للي يزل البيت واذا انه انا شوف قول له يا ولد ما هو لازم تكون شاعر طيب تبغون اقول لكم شيء والله اني اتعلم لا الله يطول عمرك انا شاعر سابق لكن الان هو من اول ما دخل البرنامج وهو يتجامل معكم لانه يبغى يستفيد منكم بعد البرنامج ايوه مثل ما تقول تدشين الشركات والشغلات وكذا والله العظيم فانا ادريك ما تبغى تخسر احد بس كلامك في محله خير للجميع اسمعني انت خل مني انا لو ادري في هذا الشخص شاعر ولد شلون البيت جنب الغنم ولا شلون جنب الغنم؟ شاعر يبني مباني شبوك وغنم وكيسين شعير. خليني اجاوب طيب خليني اجاوب انا لو ادري ان في احد ينافسني في هذا المجموعه ايه؟ انا والله باخذ اغراضي وبروح الديره. في الشعر؟ في الشعر. ابن عمره من ابن عمره الى محسن الى قناعات النسخه ذي؟ لا هو يقول حال شو يقول شعر بس ما انا لو ادري ان في احد ينافسني انت والله لا اخذ اغراضي والله انا بالنسبه لي شعرك ما يعجبني لا تحلف يا ابو فواز محمد هذه قناعه نفسيه ثقه بالنفس مطلوبه يا لا هذه ابو محمد ابو محمد
زين زين على طاري الغنم والشغلات الحلوة قبل شوي والطبيعة، عطنا صوت التيس. لا لا يعني تنزلني من لا 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 من مواقيف الشعر والشعراء. لا اترك الشعر. هو شلون 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 هو اللي جابها. كيف صوت قصدك شعريا؟ ايه انا قوي شعريا. لا لا انك تتنافس هذولي ولا تقول لو ادري انهم اقوم اولا. فلو كنا لو كنا في برنامج شعر المليون يمكن انافسهم منافسه شريفه. يعني بتقدم شعر المليون بس في بدايه الناس بس يتعرفوا. لا بتقدم السالفه بتقدم شعر المليون يعني تعطيهم اللي عندك. والله انا في شعر المليون باذن الله الموسم القادم ثمانية. نعم باذن الله. الله ييسر يعطيهم الحركه هذه وان شاء الله اني لاخذ المركز الاول ان شاء الله. دكتور غسان واذا اخذت المركز الاول لكم مني رحله دولية. اسمع اسمع ما ترجعون لقضامتكم. انا وهزان اكتب لك انا ومحسن وبلال ومحسن على على لا 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 تكتب لي وشي شرب خير. والله هلا بتعموني كل رجال 5000 عطى. لا 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 ما انا عنا نفس ما كاتب له لسبب وحيد. ها لاني اثق في شعريته. خلاص هذه شهاده من شاعر كبير. شوف كيف شوف كيف شهاده من شاعر كبير من محاضره في القريه. يعلم الله يعلم الله وصلت وصلت وجهك وصلت. خليك خليك على الدقه. ما يدري القريه خليك على الوزنيه. لا على الوزنيه هو يقول جنب الغنم وشعريه له مغزى. فاشت بابور انا شعر فوق قصور النايفاتي. كم في الغضب هذه طبيعي شعر فوق قصور النايفاتي. اربعه ما لك واقف وعندك نشاط. عطوا هزاع هزاع شاعر بلال ابو حور وفيصل. والله خلاص يا جماعه تخفف فكر من الشعر فكر من الشعر. لا تبي 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 قصيده. لا 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 خلينا احنا مكتبي شعري ومكتبي صور قدام. خلاص تدرون احترقت يدي وانتم ما تدرون. تدرون وين احترقت انتم ما تدرون ايش اللي صار. مسك الدله ويطالع منه. لا حر لك كلام الرجال. صب 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 عليه صب عليه ما همني في كراتين برا. لا صب صب كراتين صب عليه لا نمسكها بالكراتين. يا حلال عادي نصدقك 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 نمسكها بالشرشون. يسمونني في الديره هالقهوه. مو محمد وين ما الله جاي في الجهال وشرط هذي. هلا هلا خذ برا خذ برا خذ برا خذ برا. يسمونك في الديره الحل الاخير. الاخر حل اخر حل شلون شوف صبا ومحمد ومحمد تكوى هديك مو محمد. والله يلهيل عادة مثل ما خلك. الله يهديك الله يهديك يا اخي الكريم. وان شاء الله ان شاء الله نتيجه الحسنات جميل تعطيك اللي كنت تاكل. بوم رجال نص الدله في الارض. اسحب شوي اهدى انت يا ولد. ايش الدله؟ طبعا الدله هذه ترى لها 50 سنه. طيب كلام صحيح. طيب هذه دله والده الرجال. ونعم والله ونعم. اي والله يخليها. شلون الدلاله؟ ايش الدلاله؟ الله يعطيها الصحه والعافيه. اللهم امين. والديكم ان شاء الله. يا ولد قلب الحيه ومجرس. وراك بعيد بعيد روح وراك. ايوه وراك. انت يا من؟ انت يا عش. اي اي يه 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 ابو حور نصدق لهن ان شاء الله مره ثانيه مره ثانيه سوا سوا يا سلام. فوق 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 ابو حور. باقي مقرن قهوته معه. وين جالك وين جالك وين جالك وين جالك؟ تقهوى تقهوى. انا بعت قهوه عندنا اللي يصب القهوه ما يصب. طيب عندي سؤال الحين ليش مسمينها في الديره اخر حل؟ اخر يا اخي ما تعرفون حلول 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 ما في حل حل انقطع فيهم السبل. ابو حور يحل الموضوع. مو بده يا عنت. اقول لك هنا نار نار جاني ما خلا منك بس خلاص قاعد تشحن ترى. والله يا ربع يا ربع لا ترهقون ابو حور ترى ما نام والرجال. خلنا نهد حيله ربه يرقد في الليل. شنو مسوي؟ شنو مسوي اليوم؟ والله ما هنا يا مشان نسوي هنا شيء جاي. باقي شركه شلون؟ يا ولد اسمع لي الكويتيين دائم في المسلسلات يقولون والله شريت لي سياره 7000 7000. قلت يا ولد يا زين سيارات الرخص. طبعا لقيني واحد في مكه والله ان هذه السالفه انها صحيحيه حقيقيه صحيحيه. قبل هاي يا شمال العب استغفر الله العظيم. قال والله انا شاري جيب مقفص
شوي ما يقول مقفص شيء جيب طقم هلا تكلم تكلم باللهجه الكويتيه اسمع اسمع شاري ييب ييب مقفص والله قلت بكم مقفص 6300 يا ولد قلت ايش قلت 6300 قلت باب لك 7000 الحقني اتصرف قال والله من صدقك قلت والله والله عندي فلوس في جيبي وجدت اسحب 5000 قلت هذه قال وين يا باي وين انا مدمغ ما ادري قال ايش هي الكلمه ما ادري مدمغ انت ودك تصب لا بحور مدمغ تقهو تروني احب اللي يقول اكرم حراره الله اكبر عليك ما يضحك الا في الايام الجميله يضحك في الاوقات الحزينه الله ياخذك الله ما شاء الله الحبو والله اني اتشرف اني اقهوي الاردن الحبو اغلى موجز في المطعم والله حن ما غير انت قهوه ابشر قطعت بطوننا هيلن كلها بوفيه موجود غدا والله يا الهيلن يقول كذا يقول كذا فوق القهوه بيضاء كيف يقول الجزر الجزر في القدر ولا ايه والكوسه الكوسه لا الكوسه تقول كذا ولا ولا ايش اسمه يا ولد كان عندنا مزرعه خلي الكوسه خلي الكوسه اللي تغلي كذا انا كل شيء عندهم يا الجزر حطها في القدر ما في كلمه اذا نسيت منها ما قصيت هذا في وقتها تكبر تاكلها عادي يا رجال خلونا ناخذ لنا فنجان قهوه لا انت غدا على ما يثقل الشاي بس كيف بقول لك بحور بقول الكلمه اللي تحبها يلا اكرم 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 انت مالك نيه انت اكرم العيشه العيشه يا رجال يلا يا جي يلا يلا يا الربع العيشه مصرعك يا ابو عبد الله الساعه 2 الظهر الشمس والله ايه ها والله كلام جميل افا بحور ياخذ الفنجان بيدي ارجع صلوا على النبي لا احد يلومني والله اظني وزنها 7 كيلو وانكسرت يدي يا رب لازم تشوفني والله وجهك هذا هو من طيب راسك اول واحد يقول اكرم هنا نسمع الثاني يلا أكرم. يلا يا شباب نسمع أكرم. الثاني نسمع الثاني اكرم ازع واحد اكرم يلا نسمع الثالث يلا ثالث هنا واحد اكرم الغد جاء الغد يا الربع يلا اسمع عجل شيء والله انا تقطعت يا مين مين يا اجر عافيه في خدمه ربعك على ما قال يمناك لا عاد مناك خدمه اخوياك شرف يا بس عاد ابو محمد والله ما قصدي اقسم بالله بشويش يدني بقوي انا ابو يا رجال هيا هيا الغداء يا رجال الغداء فيصل هيا العيشه هذا اخر عيشه بتاكلها رجال الله يجعلها بالعافيه اخر عيشه مجانا ولا اكرم يا اخوي تجرب اصمل اكرم بيض الله وجهك أرجوك 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 نفداك أنت تقول أكرم أرجوك ولد أنت من صدقك تروح تخليني هنا ولد أنت يا أنت من صدقك تروح تخليني هنا الحال يا معود بروح أنت يا أنت يا الله يوفقك روح هناك خدمة أخوياك شرف يا الله وجهك شرف غير تكسرت يدي أنا ما عليه ها أقول أكرم نفداك أنت شغموم من على خدمة الخوة والوف الله يشغمك بالعافية أنت غانم شبت النار قدام أخوياك أقول أكرم كرمت طبيعي طبيعي يا كرم يا ابو حور هي يا شلون دعوه يبا تقهوى يا ولد منو جايبك هنا جايبك هذا فنجالي اصب لك صب لك نفداك انت جرى اقول اكرم 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 حرام بي هلا ما نبوه وذا المشوار على القهوة اللي ما تسوى عطنا هذيك اللي دائما اطلبك منها على ما هو لا نفس البح على هذا ما على ما هو هو ابو لهب انني ودي احذفك بحيدة على خاطري ثم اصفق بها في جبهتك حذف ما عندي فيك لكن لا ياكلون الغداء واحنا هنا ما في احد خلاص روح حر يا ولد
ما يخالف. اي بقى زي الماركة. شتو بالخير؟ اسمع صوت الدكتور. ها؟ قام يصيح؟ يصوت من اخر الليل. بلال بلال جيب السلطة معك. بلال بلال جيب لنا اشياء يعني فلفل شيء. الشباب في الغرفة تكفوا لغة. وين الربع الباقي؟ يا ابو اذا تعس بدك عليك كذا انتهى. هذه يقولوا لها خمسة. خمسة؟ استاذ منير تبغى خمسة انت؟ خمسة خمسة كشنة 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 ايه؟ سلطة سلطة عين طحينة في طحينة؟ موجود كل طحينة؟ طحينة وكل شيء سلطة طبعا بارد بارد في بارد ايش ده ايش ده يا بنج خير في عصير يا حبيبي حد يبغى عصير يا ود حد بنج خير صدق بس بس سلمت من اخوك ايش مالي ما تشناك تسمحوا لنا ناخذ ذا؟ هذا خذ راحتك خذ اكواب لعند بالعافيه اي والله اكواب يا لميل سب 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 هاي من عطانه اسود لا هذا هو جبناه يا محمد مش خير توصل عبه هنا يا خالد ابشر محمد تبي صب لك ولا اعطيك اياه كله اه تمام عندك مشكله صب لينا اعطونا اعطونا حق محمد ايوه وياكم لا ضيق عندنا الله موسع محمد هذا هزاع خلاص طفشت من الماء بحصي هلا شنو حق ابو حصي يا ربع روح ولا الهب لا نسيت مفتاحها كيف ايوه يا عيال كان الباب هم داخل بحصة ايش فيك زعلان بحصة؟ ليه؟ ها؟ ليه؟ صدق اللي سمعنا عنك والله بكيفك تبي تصدق يا اهلا وسهلا ايش اللي سمعتوا عن ابو حصة؟ ايش سمعتوا؟ ايش سمعوا عنك ابو حصة؟ ها؟ ما سمعنا عن ابو حصة لك العلم غانم من يوم عرفناه ومن يوم يا حبيبي دخلنا ذا القرية يا ولد حرام ابو حصة الباكر شغال بكيف يا؟ طب البوابة كمان قاعدين رقين متى يبدأ؟ رقين من بكرة من الليل أنا معكم أنا بكرة بدراهم ها؟ اي الله الله من العشاء من العشاء دراهم ان شاء الله ما عاد فيه نشوف عند الفيران الصباح الكرم ذا كراس خلي يديره عقب القرية الان كل واحد ودراهمه كل واحد ورصيده اللي بالسالب ما ياكل اللي بالسالب بس يزود السالب عليه مرحب انا اعلن الحربيه عليكم جميعا اي كجميعا نعم اوكي طيب بس بيجيبوا اخوان ولا استنوا هانزو هم هم
وين هو؟ خذ الان، خذ الان عندك وفيك. والله يا عيال ماكم داعي. السلام عليكم. السلام. غازي عبد الشطه وكيما جيب لي قدر. سلام الله على ربع القروم. العيشة اللي ما تحول من الهيل. شلون؟ عطونا. هي نعم وكالتي جدي وتون طيقة هبنا معوشة من النوعية الأصلية الأصلية أبغى لي عاشة بوفي مفتوح ما أعرف له والله تعال 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 غازي بوفي مفتوح هذا أجمع صحن كذا أما لا ذوق منه إلا لقمة فأنا ما أبغى ألعب بجي معكم يا مدير في طحينة طحينة غازي صب خالص بالعصير عصير عصير اسود تبي عصير اسود؟ عطنا 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 كاس يا ابو ابو عبد الله خلاص خلاص اللي عنده هذا ما نصبوه ها؟ ها؟ حر يا بير آخر الليل والله بطل المعذرة باليسار شباب والله رز اصفر وديك وردي يا ولد فين فين المطعم اللي بينفذ لك طلباتك وين حميد ها بالله شوف المكان اسمه انا ما في مكيف بعد سلام اهلا ما نمت اسمع كل شوية تقول لو اللي جنبي احمس افزتها رب شوف بريد واحد مجمطة بهذي انا صوت صلب هذا البلا ثاني واحد ضلال ابو حوب ابو حوب تكبر 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 خالد رهن بيبسي والله ما ينام والله ما ينام ساعتين بالكثير يقوم من الله يا اخي اكيد اي والله ساعتين يقوم بس خلاص شباب تبحني يا حبيبي قلبي تعال تعال انا جيب واحد جيب واحد خل الكوب موجود طب احنا بياك واحد ايه بدها تصب حط هذا ها الكوب انت انزع لا انت هات 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 يعني عشان ما يوضح يعني صح 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 يا الغامر يا لا توضحون جبت العيش فيني خلاص يا جمهور علينا يا خلص رجال تعال يا رجال تعال تعال لا ايش تبي تقوم انت اقعد تعال اجلس اقعد بس اجلس الله يكثر خيركم يا الناضج
لا شكرا. عطني عصير اسود. ايه ايه شبعان لا تحرك. علي خطر تحركت. ما تعرفنا. ما تعرفنا. اعطيني بالصلاة طلع عندك ابوي. خذ خذ خذ. والله يا ريت ما حد يبغى. تعال هنا. تعال. يا ولد قلت بقى شكل الدجاج انا خليني اقبض. يا عسل. يا عسل عطني من العصير اللي هذا الاسود. اسود؟ عطنا عصير اسود. بارد؟ اقربوا لي يا ريت. فرق بيني وبينك. لا 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 لازم تصبر علي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا من هو لي؟ من هو لي هذا؟ حق السهلي. حلوة كثير بقى. الله كلمة جميلة جدا والله. يعني كان يعني حسستني اني طفل. انتبه. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمع الدبات. دورة. ها؟ اسمع الدبات. يا ولد بيشتري في يدي. سماجة صح؟ انا قاعد اتغدى ولكن اعرف كيف تفهم. شكرا لك يا حبيبي. ايوه طب وين ابو حور؟ ابو حور ما اقدر اسير عصر. النظاره هنا وقت اللي عاشه الزم الصمت. اتبع عليها بس ما اعرف اتكلم مو حق مربط منه. متى تبدا الجدول التمارين حق ما في تفاهم بعد العصر؟ ما قبل المغرب. من اللي معك في النادي؟ انا ابو حور. انا وياه. اوكي حطني علي ابنك. حطني علي ابنك يا ابو حور. اللي بيجينا الله يحييه. الله يحييه. ابو حور اكتشفت انه ما انت مدرب كويس. ابغى اغير مدربي. ليه ليه؟ ارجوك ما تروح. ارجوك والله والله العظيم انك سبب شعله الفريق. صدق ايوه ها. ولا تمرين لا لعب. يا لبيه دراهم كثر. اوه بدراهم. كل يوم نعيش واقعنا حياة والرصيد انزاد هذا كسب دين واللي فايل قوي جينا مسفرات. يا هلا وهلا هلا باللي يجينا. يا هلا وهلا هلا باللي يجينا. يا هلا يا هلا يا هلا باللي يجينا. يا هلا يا هلا يا هلا باللي يجينا. زد رصيدك 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 زد رصيدك. واقعنا حياة
والرصيد انزاد هذا قصد دينا من اللي فايل جوجيه من السفرات يا هلا وهلا الهلا باللي يجينا يا هلا وهلا الهلا باللي يجينا يا هلا يا هلا يا هلا باللي يجينا يا هلا يا هلا يا هلا باللي يجينا زد رصيدك 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 كيف لسانه والله كيف لسانه يما يتعجب ولا يغدي صح انا ما فاهم شيء بس انا اثق فيك يما يصير اعجب قول انا ما فاهم هذاك انت وجهك نعم نعم انا هذا اسمع تكوي لسانه يما يصير اعجب مره ما يتحاكى ولا يصير سيده اقول له روح اللي تبي اللي تبيني في حاضر روح ابو الحور راح يصير عندك بارد كان وجهك عصير بارد والله في عصير تضحك كله في عصير ازرق يا ناظر في عصير ازرق كيف ازرق اخضر اصفر يا ربع انا ما احمر لا لا خلاص خلاص حبيبي حبيبي لا لا خلاص والله انا امزح معك كيف تمزح معك غازي وجهك يضرب عصير ايوه وجه غازي هو صاحب النار وجه غازي هو الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حيا للصلاة لا إله إلا الله